مشاهدين الكرام، هناك ما زال مجموعة أخرى من الأخوة والأخوات الذين سيقدمون قصائد شعرية، يقدمون تعبير معين بهذه المناسبة. أرى طفلة صغيرة مقبلة علي الآن بهذه الملابس الجميلة. اسمك؟ نجلاء مطر ناجم العريمي. نجلاء، اسمك حديث من الأسماء الحديثة، في أي صف أنت؟ صف السادس الابتدائي. سادس، في أي مدرسة؟ لبابة بنت الحارث. لبابة بنت الحارث، جميل. إيش بتقولي اليوم؟ قصيدة. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كوس المدية يا مرحبا بقابوس 2000 لتحية، في عيد 26 في صور العفية، سلامي على الحكام والشيوخ الرعية، ختمته بالله وعالى مدرية. وشكرا. شكرا لك. وانت بتشاركي في شيء اليوم؟ أيوة. إيش؟ في الفرق، في فرقة الفنون. أيوة. إيش من الرقصات بتقدمي؟ في تحنبير. حنبر. حنبير، ها؟ امس قدموها البنات في المجمع، ما كذا؟ هذا اللي يجلسوا على الارض ويعملوا كذا مثل النطه كذا، ها؟ كنت أيوة. معاهم ولا لا؟ لا. ليش ما شاركتي معاهم؟ انا في اول لوحه اقدم ترحيب. انت في اللوحه الاولى؟ يعني امس كنت في المجمع. ايوه. ما شاء الله، شكرا لك. كل عام انت طيبه. كل عام وانتم بخير. شكرا. ملابسك حلوه، هذه ملابسك حلوه. شكرا.